بداية تصوير النهاردة بتحتفلوا بيه مسلسل كلام كبار اللي هيعرض رمضان القادم، إيه اللي جذبك للدور؟ اللي جذبني للدور إن هو مسلسل بتاع أطفال، هو مسلسل أطفال واسمه كلام كبار، بس إحنا بنوجه الكلام للكبار إنه يخلوا بالهم من أطفالهم وينموهم، ينموا موهبهم، ما يستهينوش بأفكارهم، وإن الأطفال دي دول عصر التكنولوجيا وبيفهموا كمان أكتر مننا، وإن هم ممكن قوي يطلع منهم حد مهم مخترع عالم يعني. والمسلسل ده بيتكلم على كده، الأطفال دي عملت حاجة حلوة في الآخر عشان يثبتوا لأهاليهم إن هم يعني يهتموا بيهم، بس هو كوميدي وتراجيدي يعني في كل حاجة. الشخصية اللي بتقومي بأدائها في المسلسل؟ أنا بقوم بجدة الأطفال دي، بيجوا يقضوا عندي الأجازة بتاعتهم، فبيقعدوا عندي في القصر بتاعي، أنا جوزي متوفي وهم بيعيشوا معايا بقى، وبتحصل بقى المغامرات في 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 القصر في الأجازة بتاعتهم دي. وجهة نظرك كان عندنا قصور في الأداء الدرامي بالنسبة للأطفال الفترة الماضية؟ طبعا عندنا قصور جامد، وإن لازم الكتاب تتشجع وتكتب الأطفال، لأن يعني بيشوفوا بره لا بيعملوا إيه، الأطفال بيعملوا لهم كل حاجة وبينجح الأفلام وبيخشوها الكبار والصغيرين كمان، فياريت الناس تتشجع، واحتمال المسلسل ده يخلي الناس تتشجع تكتب الأطفال التاني. بارك لك كمان على تكريمك من المركز القومي للمسرح ووزير الثقافة حليم النمنم من الشهر الماضي، بس شايف إن التكريم ده جه متأخر شوية. والله جه متأخر، يعني أنا كفاية علي حب الناس وتكريم الناس ليا، بس هو جه برضو الحمد لله، وأنا مبسوطة بيه جدا لأنه من وزارة الثقافة وبعتبروني من رواد المسرح، دي حاجة تشرفني، حاجة تشرفني الحمد لله، وسعدت بالتكريم. هنشوف الفنان الكبير هنا شرباجي في حاجة الفترة اللي جاية مع الفنان محمد صبحي؟ والله في فكر ان احنا نعمل حاجة تاني انا واستاذ صبحي، فان شاء الله يكون لنا نصيب ونعمل حاجة كويسة ان شاء الله. أنا القاهرة السينمائي الدولي على الأبواب، تتمني تشوفي إيه في الدورة دي ما شفتوش الدورات اللي فاتت؟ يعني أتمنى أن تبقى أفلامنا المشاركة تبقى أفلام ذات قيمة ويبقى لها مكان وتنجح وتبقى جماهيرية في نفس الوقت، وإن شاء الله هيكرمنا ربنا وهيبقى في حاجة كويسة.